السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستأنف من حيث وقفنا في المحاضرة السابقة، الجزء الثالث من محاضرتنا الثانية، خصائص التقويم وشروط التقويم التربوي مراحله وأنواعه. نتحدث الآن بإذن الله عن مراحل التقويم التربوي. يمكن تصنيف مراحل التقويم التربوي إلى ثلاث مراحل أساسية، وهي التخطيط، التنفيذ، الحكم واتخاذ القرار. أما عن مرحلة التخطيط للتقويم، أي أنها يقصد بها أن هذه المرحلة هي أهم مراحل التخطيط. إذا جاز لنا القول فكل مرحلة لها أهميتها الخاصة، ولكن في هذه المرحلة يتم تحديد الأهداف بصورة واضحة، بحيث يكون مترجمة ومصاغة صياغة سلوكية تتسم بالدقة، بالشمول، بالتوازن، في سبيل إصدار أحكام علمية مناسبة على العملية التعليمية التربوية المراد تقويمها. ويتم في هذه العملية تحديد الموقع أو المكان الذي تتم فيه عملية التقويم، نوع النشاط المراد تقويمه أو نوع السلوك المراد تقويمه. مثلاً يتم في إعداد الوسائل والاختبارات والمقاييس التي يتم استخدامها للتقويم وفقا للمجال والسمة المراد قياسها، وكل التجهيزات كذلك والمتطلبات التي تحتاجها عملية التقويم أو تنفيذ التقويم يتم تحديدها في هذه الخطوة. المرحلة الثانية هي مرحلة تنفيذ التقويم، وتعد مرحلة التنفيذ المرحلة الثانية لمرحلة تلي مرحلة التخطيط، ويجب أن تتم هذه المراحل بنفس هذا الترتيب: التخطيط أولا، ثم التنفيذ، ثم الحكم واتخاذ القرار. معنا بمرحلة التنفيذ يتم فيها تنفيذ الخطوات والإجراءات التي تم تحديدها في مرحلة التخطيط، ويتم فيها كذلك حصر المجتمع المراد تقويمه وتحديد أفراده. إذا كان عدد أفراده كبير ويصعب حصره، تحدد منه عينة ممثلة للمجتمع الكلي، شريطة أن يراعى فيها التجانس والتمثيل الصادق للمجتمع العينة، وطرق اختيار العينة عديدة نتعرف عليها في وقت لاحق بإذن الله. كذلك المرحلة الثالثة هي مرحلة الحكم واتخاذ القرار، ويجب أن تلي مرحلة التنفيذ كما ذكرنا، ويتم فيها عمل التقديرات الكمية، التقديرات النوعية، نتائج القياس وتقييمها وفقا للمعالجات الإحصائية لها، تحليلها، تفسيرها، واستخلاص المؤشرات العامة التي في ضوءها يتم اتخاذ الأحكام والقرارات المناسبة ومتابعة تنفيذها. ولا يعني هذا أن عملية التقويم انتهت بمجرد جمع البيانات وإصدار الأحكام واتخاذ القرارات، بل لا بد كذلك من متابعة التنفيذ لتلك القرارات، وبذلك تكون عملية التقويم عملية مستمرة لتبدأ مرة أخرى من حيث وقفت في المرة السابقة. هذا عن مراحل التقويم التربوي. أما أنواع التقويم التربوي، فيتم تصنيف التقويم التربوي تصنيفات مختلفة. إذا صنفنا التقويم التربوي حسب الوظيفة التي يؤديها، يتم تقسيمه إلى تقويم تشخيصي، تقويم انتقائي، تقويم تكويني، تقويم ختامي، وتقويم تتبعي على حسب الوظيفة التي يؤديها. الاختبار يتم تصنيفه إلى تقويم تشخيصي، ويقصد به diagnostic evaluation، يقصد به كشف المشكلات أو الصعوبات التي تعوق العملية التعليمية والسعي لتحديد أسبابها، مما يساعد في اتخاذ القرار المناسب لعلاجها وإصلاحها. فهو يحدث قبل وأثناء تطبيق البرنامج التعليمي بهدف البحث عن معلومات أكثر تفصيلاً عن وسائل القياس، باستخدام وسائل قياس تشخيصية. أما التقويم الانتقائي placement evaluation، الهدف منه اختيار وانتقاء أفضل المدخلات في عملية التعليم للحصول على مخرجات طيبة، عملية انتقائية. أما التقويم التكويني أو البنائي formative evaluation، يقصد به التقويم المصاحب للعملية التعليمية، أي أنه يحدث أثناء عملية التعليم والتعلم، وأحيانا يسمى بالتقويم الأثنائي، وهو يركز على جزئية محددة أو مهارة معينة أو جزء أساسي من المقرر أو درس معين أو مفهوم معين. يعتمد على الاختبارات محكية المرجع التي تقارن أداء التلميذ بمستوى معين من الكفاءة في الأداء. هدفه تقديم تغذية راجعة مستمرة للتلميذ، بحيث يستفيد من معرفة النتائج التي حققها في خطوات سابقة وتحسينها لخطوات قادمة، وأن نبني عليها في مراحل قادمة على أساس قوي. التقويم الختامي التجميعي أو الختامي summative evaluation،
يهدف إلى إصدار الحكم بصورة نهائية على مدى إحراز المتعلم لنواتج تعلم في البرنامج التعليمي بكامله. عادة يأتي في نهاية البرنامج المعين، نهاية وحدة مثلا، نهاية فصل دراسي، يسمى بالتقويم التجميعي أو الختامي. التقويم التجميعي يعطي تقديرات شهادات للمتعلمين تبين مدى اكتسابهم للأهداف التعليمية المقرر المعني، اختبار نهاية فصل دراسي أو اختبار نهاية عام دراسي وهكذا. وأهداف هذا النوع من التقويم عديدة، من ضمنها أولاً أن نستخدم هذه النتائج في إصدار أحكام على مدى تحقق الأهداف، نتخذ في ضوء قرارات كالانتقال من مستوى لآخر، يتم نقل الطالب من المستوى الذي هو فيه إلى المستوى الذي بعده، النتائج التي يخرج بها تعتبر نقطة بداية لتعلم لاحق أو تالي، كذلك تقدم تغذية راجعة لغيرها من أنواع التقويم الأخرى بشكل أكثر تفصيلاً، ولا تعتمد على التقدير العام مثلا أو مجموع كلي، وإنما شكل تفصيلي. كذلك تفيد في إجراء المقارنات بين المجموعات المختلفة أو بين الأفراد في نواتج التعلم. النوع الأخير في تصنيف في أنواع التقويم التربوي على حسب وظيفته هو التقويم التتبعي. يقصد بالتقويم التتبعي follow up evaluation، يتم من خلال متابعة المتعلمين الذين طبق عليهم البرنامج بصورة مستمرة لمعرفة مدى استفادتهم من البرنامج وتحديد مدى جودته، وذلك بعد الانتهاء من العملية التعليمية، كأن تتبع مثلا مدى استفادة خريجي التعليم الجامعي من دراستهم في مجال الحياة العملية مثلا دراسة مقرر محدد أو كذلك، ومدى ملائمتهم لمتطلبات سوق العمل، مدى نجاحهم في القيام بالمهام والأدوار والوظائف الموكلة إليهم. كل هذه الأشياء تمت الجوانب التي ذكرناها، هذه نقصد بها تصنيف لأنواع التقويم التربوي حسب الوظيفة التي يؤديها. إذن حسب وظيفته قسمناه إلى تقويم تشخيصي، تقويم انتقائي، تقويم تكويني، تقويم ختامي، وتقويم تتبعي. تصنيف آخر لأنواع التقويم التربوي حسب توقيت إجراءه. حسب توقيت إجراءه يقسم إلى تقويم مبدئي أو قبلي pre-evaluation، تقويم أثنائي main time evaluation، تقويم نهائي بعدي البوست إيفالويشن. نتحدث عن كل منهم ويبدو مفهومهم واضحا. يهدف التقويم المبدئي القبلي إلى تحديد النقطة التي تبدأ منها العملية التعليمية، تحديد مدى التقدم فيها، مدى تأثيرها على المخرجات فيما بعد، أي أنه يهدف إلى توفير معلومات تفيد في تحسين البرنامج، ويتفق مع التقويم التشخيصي من حيث الوظيفة والهدف. وينقسم التقويم المبدئي إلى ثلاث أنواع فرعية، هي تقويم قبلي تشخيصي هدفه كشف نواحي القوة والضعف في تعلم التلاميذ قبل بداية العملية التعليمية، وتقويم استعداد يهدف إلى تحديد مدى استعداد التلاميذ لبدء تعلم جديد وممارسة نشاط علمي محدد جديد، وتقويم الوضع في المكان المناسب يهدف إلى تحديد مستوى التلميذ لتصنيف وضعه في صفوف أو مستويات تعليمية محددة. شكل هذا النوع من التقويم المبدئي أو القبلي، مثلا إذا أحببنا أن نختبر مثلا اختبارات اللغة الإنجليزية مثلا عالمية IELTS مثلا أو TOEFL أو غيره، يتم اختبارنا قبليا ووضعنا حسب المجموعة، حسب المستوى في المجموعة التي تناسبنا لإكسابنا معارف أو مهارات جديدة تؤهلنا preparation for the test. إذن هذا نوع من أنواع التقويم حسب توقيت إجراءه. التقويم الأثنائي أو main time evaluation يحدث أثناء أو خلال تنفيذ العملية التعليمية، يتخلل تنفيذها ويطابق التطبيق التكويني من حيث الوظيفة. أما التقويم البعدي الـ post evaluation أو النهائي، يتم عقب نهاية تطبيق البرنامج بهدف تحديد نقطة نهاية التي وصلت إليها المخرجات المحددة، ويحدد مدى فعالية البرنامج ككل. القصد منه تجميع معلومات تتعلق بالبرنامج في نهاية تطبيقه، ويوضح مدى اقتراب أو ابتعاد المخرجات عن حد أو مستوى الإتقان. خلاصة القول، نعود إلى أنه في ظل التوجهات الحديثة في التقويم التربوي، تتحتم علينا الاستفادة من جميع الأنواع التي ذكرناها الآن في التقويم، وعدم الاقتصار على نوع واحد دون الآخر، لأن لكل نوع من هذه الأنواع هدفه وإجراءاته ومجالاته واستخداماته وفوائده وإيجابياته في العملية التعليمية. وبهذه المحاضرة نقول وصلنا إلى نهاية الجزء الثالث بإذن الله من محاضرتنا الثانية، خصائص التقويم
التربوي، وأرجو أن نلتقي بإذن الله في المحاضرة الثالثة عن التقويم التربوي.